من وقت ما ضرب الزلزال الكارثي فجر الاثنين اليوم كثير في تداول لإشاعات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول ارتدادات الزلزال على المنطقة وحول زلازل أخرى. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. دكتور خلينا بالبداية نحكي عن الزلزال اللي صار، عن نتائج وأسباب، بداية عن الأسباب خلينا. تمام، هلا بالبداية نحن لازم نوضح نقطة كثير مهمة. سوريا بشكل عام في عندها خط زلزالي، نحن نمر على خط زلزالي، فمن المتوقع كان بكل فترة زمنية محددة أن يحدث زلزال في منطقتنا. الزلزال الأخير حدث عام 1759، كان على مقياس ريختر، وقتها ما كان طبعا في مقياس ريختر، لكن تنبؤوا من خلال التصدعات اللي حدثت للأرض، فتوقعوا أنه كان 7.7 قوته. عام 1759، إذا ضفنا 250 سنة منلاقي حالنا أنه نحن كنا ما بين عام 2000 لل 2050 في الفترة الزمنية الذي كان هو متوقع أن يحدث زلزال مدمر في سوريا، وخاصة أنه الفارق كان يتحرك، كان هناك نشاط. إذا بتتذكروا قبل فترة كان هناك هزات ارتدادية حدثت في منطقتنا، الفارق كان يتحرك بشكل عام، الفارق العربي باتجاه الفارق الأوراسي أو الأوروبي، إضافة للفارق الفارق الإفريقي، كان في حركة تكتونية. المهم يوم 6 شباط الساعة 4:17 دقيقة حدث الزلزال للأسف الجديد الكارثة الأولى بقوة 7.8. المشكلة أنه تبعها مباشرة بعد دقائق واحدة تانية، صحيح، وهي فعليا كان يقولوا زلزال، هي هزة ارتدادية تانية بمقدار 6.8. صحيح. الساعة 2:27 دقيقة حدث هزة ارتدادية ثالثة، طبعا نحن عم نحكي عن الهزات الارتدادية فوق 6 ريختر، 7 ريختر. مساء أيضا حدث هزة ارتدادية أيضا فوق 6 ريختر. الشيء اللي بدنا نشرحه نحن أنه كانت منطقتنا مقبلة على زلزال لا سمح الله يوصلنا كبير، يعني مدمر من أكبر الزلازل، تماما، يعني فوق 8. لكن هذا الزلزال وخليني أقول الصراحة رحمة من رب العالمين، يعني تكسر إلى عدة أجزاء، فبدل أن يأتي كبير أو خلينا نقول عظيم أتى كبير، أتى زلزال كبير بقوة 7.8 ريختر. بعد منه صار في تصدع، صار في مشكلة عندنا بالقشرة الأرضية، صار في شيء كبير حدث بالقشرة الأرضية. هذا الشيء الكبير فرغ طاقة هائلة. نحن ما لنا منطقة براكين لتطلع الطاقة المخزنة تحت القشرة الأرضية ببركان، فما عندنا منفس للأرض غير الزلازل. بالتالي حدث الزلزال، حدث الزلزال بعد منه من الطبيعي أن يحدث هزات ارتدادية، وهذه الهزات الارتدادية تكون دائما أضعف من الزلزال الأم، صحيح، اللي هو 7.8. وهذه الهزات الارتدادية تبقى بضعة أيام، يعني نحن مننوه كثير في عنا إشاعات أنه عم ينبهوا الناس لزلزال قادم وإلى لا، هذا الكلام مو صح. الطاقة تفرغت، صحيح، الآن الطاقة الأساسية تفرغت بشيء كبير، وهذا الشيء منيح تماما أكيد، بس يعني مو شيء سهل. يعني خلينا نتخيل أن الطاقة تفرغت ب 7.8، وبالتالي ما عاد في طاقة لتتفرغ، بدنا نتجمع طاقة جديدة ليحصل زلزال جديد لا سمح الله بالمستقبل البعيد. بدنا ننوه أنه كل هالهزات كانت امبارح في اللاذقية اللي حسوا فيها أهالينا باللاذقية أو محافظة حلب أو اللاذقية، كانت هي هزات بسيطة تماما ارتدادية، لأنه الحالة الرعب اللي عاشوها والوجع والألم صارت الناس تخاف، وعلى السوشيال ميديا في كثير حملات إشاعات كثير واسعة حول زلازل أخرى، ونحن عم نحكي عن زلزال كثير كبير مثل ما قلت، يعني 7.8 هذا رقم لا يستهان به، كان وقعه كثير كبير وكارثي، كان ارتداده علينا نحن أخف، يعني إذا بدنا نحكي عن وقع الزلزال. بس في الأيام القادمة خلينا نحكي، صحيح، رح يكون في هزات ارتدادية يعني مستمرة، مثل ما قلنا إذا بدنا نحكي بعلم الجيولوجيا هي طاقة قوية كامنة في الأرض، مثل ما قلت أنت هي بدها بالأخير تطلع، يا تطلع عبر براكين، يا في الناس اللي عم تقول في تسونامي، في كتير كتير أقاوي. بدنا نطمن الناس اللي عم تتابعنا، لأنه لهلأ في ناس بعدها ما رجعت لبيوتها، بعدها قاعدة يعني بمناطق خارج البيت، إن كان بحلب ولا لاذقية ولا حما، بس نطمنهم شوي. أنا نور بدي أحكي كلام علمي، يعني أنا بدي أدق على نقطة، أنا ما عم أحكي لطمن الناس، أنا عم أحكي لحتى يفهموا الناس تماماً ما إذا يحدث، مثل ما تفضلتي، لحتى يعرفوا حقيقة الأمر، ما يبقوا بالشوارع، لأنه فعلاً الهزات الارتدادية هذا موضوع طبيعي. إذا نحن تخيلنا الصخرة زدناها على مي، تتكون أول شيء موجة، بعد منها بتطلعها موجات، هذه الموجات خلينا ندرسها دراسة، نلاحظ وكله هذا موثق. أول شيء حدث الزلزال، بعد الزلزال مباشرة حدث عدة هزات ارتدادية مثل ما ذكرنا، صحيح، عالية. طيب بعد ساعات بلشت تنخفض، صحيح، شدتها. طيب صحيح. بعد
يوم نحن صرنا عدة ساعات يعني صرنا بأيام بعد الزلزال بلشت تنخفض بشكل كتير كبير. اليوم الهزات الارتدادية لا تتجاوز الخمسة ريختر. نحن يعني نحكي اليوم إذا بدنا نقول اليوم الأربعاء فجر الاثنين نحن واقعيا اليوم الثالث تماما بعد فصلنا نحن عم نحكي بالخمسة وما دون ما عاد عندنا خمسة وما فوق خمسة وما دون بين 10 و 12 هلا شباط آخ يا نور كاسحة جميع مواقع التواصل للأسف الشديد شو صحتك؟ أولا لا يمكن التنبؤ بموعد وساعة ولحظة حدوث الزلزال بأي منطقة بالعالم هذا اللي بيقول 10 و 22 والساعة 6 والساعة 4 هذا الكلام دليل جهل وأنا عم أقولها بشكل واضح دليل جهل لا يمكن التنبؤ بموعد زلزال هي واحد اثنين الهزات الارتدادية لا نرتعبنا لأنه يا دوب محسوسة هي أساسا ارتدادية هي شيء طبيعي وراح تستمر كمان كلام دقيق لعدة أيام يعني بدنا نتأقلم مع الوضع أنه عندنا هزات ارتدادية لعدة أيام ما دون الخمسة ريختر يعني بمعظمها يعني هلأ نحن قبل ما فوت على الهواء كان في عندنا ثلاث هزات ارتدادية واحدة بس شعروا فيها خفيفة صحيح أما في 2.4.2 ما حدا شعر فيها حتى مكان الهزة اللي كان بالحدود السورية ما شعروا فيها فإذا معظم الهزات الآن لم يشعروا فيها إذا نقطة كتير مهمة اليوم الزلزال الأساسي حدث لا يمكن أن نتنبأ بموعد حدوث زلزال آخر ما حدا بيقدر يتنبأ وفعليا ان شاء الله يا رب يكون بعيد لكن من هون ل 250 سنه قد يحدث زلزال لكن باي وقت لازم يكون هذا الزلزال درس لنا لحتى نحن نقدر نتاقلم مع الايام القادمه مع نحن على خط زلزالي بالنهايه وبالتالي يجب ان نفكر بهذه الطريقه يجب ان نستعد لهذه الطريقه بالفعل عام 1995 لوحظ هذا الموضوع ووضعت خارطة زلزالية لسوريا صحيح وتم وضع كود سوري للأبنية ومنذ ذلك الحين لليوم يعد هذا الأقوى يعني ارتداده على أن كان المنطقة وقعه كان الأكبر للأسف تماما لكن لوحظ أنه نحن منطقة زلزالية بالبناء بالمنشآت بكل هذا الموضوع للأسف الشديد نحن ما بنناقش الأسباب يلي خلت معظم الأبنية لم تلحظ القصص الزلزالية والهندسة الزلزالية والهندسة ميكانيك التربة في أسباب ما بنناقشها لكن صار عندنا النتيجة هذه النتيجة يجب أن يكون لنا درس نحن بمنطقة زلزالية اليوم بعد 100 سنة بعد 200 سنة قد يحدث زلزال آخر صحيح. طيب شو استعدادنا لهذا الموضوع اليوم لازم نبلش اليوم فعلا لازم نبلش الكارثة كثير كبيرة لكن دائما سوريا بتطلع من تحت الرماد بحجم الكارثة لكن لازم يكون حجم المعالجة صحيح. نحن أمام معالجة كثير كبيرة يجب دور جميع القطاعات لأنه حتى رئاسة مجلس الوزراء رصدت أكثر من 50 مليار كدفعة أولى لمعالجة الأضرار المادية صحيح. للزلزال فضمن الخطة لازم تكون في الأيام المقبلة إن كان بجميع القطاعات والمؤسسات والوزارات المعنية هي بالمستقبل أنه كيف فينا فعليا نحن ناخذ احتياطاتنا الأولية صحيح. خليني أرجع لموضوع الزلزال إذا كمل سؤالك لأنه كثير نقطة مهمة أشرت إليها اللي هو موضوع التسونامي لأنه كمان للأسف الشديد الآن في خوف التسونامي صار كثير تهويل عبر الصفحات ومواقع التواصل أنه بده يصير تسونامي يعني أهل الساحل هلأ كثير مرعوبين ما عم يقدروا يرجعوا على بيوتهم فشو فينا نحن نطمنهم أول شيء خلينا افترضنا على افتراض أنه حيصير تسونامي وين صار الزلزال؟ صار الزلزال عنا إذا الأمواج وين بدها تروح؟ بدها تروح للجهة المقابلة فإذا افترضنا أنه هذا الزلزال سبب تسونامي إذا افترضنا هذا التسونامي لن يضرب منطقتنا سيضرب الشواطئ المقابلة لأنه الزلزال حدث عنا نحن المنطقة يطلع منها الأمواج عنا وين تروح الأمواج للجهة المقابلة واحد يعني حتى بنكون هي ارتدادية تماما اثنين لا يحدث تسونامي في البحار إلا بحالة استثنائية واحدة أن يأتي زلزال بقلب الماء قوته فوق 7.8 صحيح. يعني فوق 8 حتى لحتى يحدث تسونامي لا يمكن ما عندنا مجال غير هذا انه يحدث تسونامي بقلب الماء وقتها بمنتصف الماء يحدث زلزال مدمر يسبب هذا الشيء ونحن البحر منتصف البحر ليس منطقه زلزاليه هي اثنين ثلاثه بشكل عام منطقتنا البحر الابيض المتوسط مغلق فحتى لو لا سمح الله صار تسونامي التسونامي بيكون ضعيف لانه منطقتنا مغلق نحن ما لنا محيط مفتوح على الرياح ومفتوح على حركه الارض لا نحن بحر مغلق بعدة جزر مغلق خلينا نسميها بحدود كبيرة وبالتالي يمتص الطاقة التسونامية أو طاقة الأمواج وبالتالي نحن لسنا مقبلين على التسونامي هذا كلام غير صحيح النقطة الثالثة بيشير عليها للأسف الشديد الآن أيضا تربطوا موضوع القمر البدر واصطفاف الكواكب وإلى آخره بموعد زلزال قادم لسوريا صحيح. ايضا هذا الكلام غير صحيح لا يوجد اصطفاف للكواكب لا يوجد اي حدث او ظاهره فلكيه غريبه المذنب تحدثنا عليه في لقاء ماضي مره وانتهى وما عاد انشاف يعني
فما في عندنا اي شيء بالفلك او بالاجرام السماويه يؤثر على الارض. هذا يلي هزات ارتداديه بعد يعني وقع هذا الزلزال بعد نحس بهزات ارتداديه بسيطه ولا أكيد لا؟ اكيد طبيعي لسه بدها تستمر لعده ايام. وخلينا نذكر انه نحن بالاساس نور نحن منطقتنا زلزال يعني نحن للاسف الشديد الان يمكن هي ملاحظه مهمه عم نسلط الضوء على الهزات الارتداديه بسبب الالم اللي صار، لكن خلونا ننسى شوي الهزات الارتداديه ونرجع للساعات قبل الزلزال، الايام قبل الزلزال. من تاريخ 1759 لليوم كل فتره زمنيه معينه يحدث هزات ارتداديه، هذا شيء طبيعي، لكن الان الهزات الارتداديه صارت اكثر تواترا، صار فيها شيء ملموس. نضيف لموضوع الهزات الارتداديه ورعب الناس والزلزال الكبير اللي عم نطلع عليه حاله الطقس. يعني فينا نقول هلا انه نحن تخطينا المرحله الاصعب، ما بقى يصير بنفس القوه اللي صارت؟ كثير حلو، نحن تخطينا المرحله الاصعب والمرحلة الحرجة وأصبحنا ب 90% بمنطقة الأمان بالنسبة لهذا الزلزال. لا يمكن التنبؤ بموعد زلزال آخر، لكن وسطيا حسب العلم والإحصاء من هون ل 250 سنة غالبا لن يحدث زلزال مثل هذا، لأن الطاقة تفرغت، يعني نحن بحاجة لفترة زمنية لترجع الأرض تكون طاقة ثانية لتفرغها. تخيلوا نحن عندنا شيء ما آسف لهالتشبيه، طنجره بخار بريستو لما يكون شاعل عليها النار تحبس الضغط فبتنفس، اذا طفينا النار بدها وقت لحتى تخلص التنفيسه، بعد منها بدها وقت لحتى ترد نشعل النار عليها لحتى يرجع عنا ضغط. هيك الارض، الارض طنجره بخار طبيعيه، الارض رح تبس الان ضغط، هذا الضغط تفرغ للاسف الشديد بزلزال، هذا الزلزال نفس عن الارض. ببداية الزلزال بقلكم انه في نقطة مهمة كانت ملحوظة، كنا متابعين لحظة بلحظة، الزلازل حول العالم قلت لأن التفريغ صار عنا. لأنه مو بكل العالم بيصير زلزال 7.8 طبعا. هو زلزال بيصير بمنطقة محددة بالعالم، وكنا نحن للأسف الشديد يلي المنطقة الموبوءة. المهم بعد منا بعدة ساعات الأرض بكاملها كل الهزات الارتدادية كانت عنا. صحيح. فنحن عانينا وقتها من شدة الهزات الارتدادية، كل هذا الضغط تبع الكرة الأرضية كان عنده هذا المجال لحتى يعبر عن تنفيسته. اليوم بدأنا نسمع ونمس وبالأحرى من امبارح هزات ارتدادية، طبعا ما له علاقة بزلزالنا، هزات أرضية عادية، وزلازل بأماكن أخرى، حدث اثنين بإندونيسيا، واحد باليابان الآن، أمريكا، هي هزات بسيطة يعني ما لها أي تأثير كبير، لكن بدأت الأرض تستعيد توزيع النشاط التكتوني، بدأت منطقتنا الصفيحة اللي نحن كنا على خطر فيها تستقر، نحن بهمنا استقرار الصفيحة، لا نعلم ماذا حدث، هل يا ترى انزاحت المدن 3 أمتار غربا، هذا كله بننتظر أسواق مصنعية. بس نحن عم نحكي عن زلزال يعني مثل ما قلنا 7.8 ضرب المنطقة، هو ارتداده قلنا 5. قد ايه كان؟ 5.3 وكان هذا الوقع، يعني لو كان هو بحجم يعني الارتداد الأقوى كان لسه في كارثة. الحمد لله. ألف الحمد لله. فعلا يعني معلش والله نحن يعني قلبنا عم يتقطع على شهدائنا، رحمة لهم يا رب الشفاء العاجل لجرحانا، بس صدقوني يلي بيتابع الوضع العلمي وعنده فكرة عن الشيء اللي عم يصير بيعرف انه اللي حدث كان في كثير رحمة، يعني كنا مقبلين لا سمح الله على كارثة أكبر من هيك بكثير، تجزؤ الزلزال كان كثير رحمة، تجزؤ الزلزال، الناس حتى اللحظة مرعوبة من الهزات الارتدادية، لا يا جماعة، الهزة الارتدادية هذا التفريغ، ما بدنا يجينا زلزال ثاني، يصير هزات ارتدادية ليومين ثلاثة أربعة خمسة ما نشعر فيها، أحسن ما يجي زلزال ثاني مدمر يفرغ، الآن ما عاد في طاقة، الطاقة تفرغت، الآن الهزات الارتدادية الآن وعم أحكي كلام دقيق، 5 4 3، الأيام القادمة أيضاً رح تتراجع 3 2 3 2، بعد بضعة أيام حيصير خبر يعني كل أي بضعة أيام هزة ارتدادية بمقدار 2 أو 3 أو 4، يعني انتهينا، صارت قصة للأسف الشديد يوم أسود، لكن يوم من الذكريات يبنى عليه معالجة الوضع للمستقبل القريب. أكيد نحن هلأ دكتور عم نحكي علم ومنطق طبعاً. يعني 1+1=2، ناس كتير بتفكرنا أنه طالعين نحن لحتى نطمنهم أو لا، نحن عم نصحح بعض الأخطاء يلي صارت والتهويل يلي صار ونخفف عنهم، في ناس لحد هلأ ما رجعت على بيوتها، شو بننصح هدول الناس أنه يرجعوا ما يرجعوا؟ كثير كلام مهم، أو بدي أنصح نصيحتين وبتمنى يصل صوتي للجميع. أولا لا نرجع لأي موقع تواصل اجتماعي، عندنا وسائل إعلام، عندنا قنوات إعلامية عم تجيب مختصين، عم تحكي مع ناس لها علاقة بالموضوع، نسمع من المختص لا نسمع من مواقع، المختص مسؤول عن كلمته، لما يقول المختص كلمة هو مسؤول عنها، وبالتالي
كل شيء على الواتساب، على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ولو على لسان احد المختصين لن صدقه، لن نرجع للمختص نفسه، لانه للاسف الشديد في تزوير كثير. اثنين، يجب ان يعود الناس الى منازلها، لانه ما عاد في زال الخطر الاساسي، زال يعني لازم الناس ترجع لمنازلها، لازم نبدا نعالج الموضوع. الان في عندنا منخفض وفق المديريه العامه للارصاد الجويه، ودرجات الحراره اليوم متدنيه جدا، من غير المنطقي ان نبقى خارج منازلنا. فاذا يجب ان نعود لمنازلنا، حتى لو سمعنا هزه ارتداديه لا نرتعب، هذا الشيء طبيعي جدا، ستستمر لبضعة أيام، يومين، ثلاثة، ما بنعرف قديش بدها وقت لحتى تتفرغ الطاقة البقيانة، هي طاقة قليلة بدها تتفرغ بالنهاية، لكن يجب أن يستقر الوضع. أكيد أكيد أكيد، بنرجع نكرر عزائنا الدائم لأهالي الضحايا، بنتمنى دائما الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وتحية لكل فرق الإنقاذ اللي مستمرة على الأرض اليوم ضمن هي الظروف الصعبة. نحن عندنا 10 سنوات من الحرب أساسا أثقلتنا، وأكثر من 10 سنوات في جميع القطاعات، وعم نحاول للأسف نستمر لليوم بالعمل الإغاثي، فظروف استثنائية عم نعيشها. عم نحاول نطمن الناس لو بكلمة بسيطة، لأنه لهلا ما في حدا ممكن يتنبأ أنه لو علميا انه في زلزال سيضرب المنطقه، بس خلينا نركز على الهزات الارتداديه، لانه امبارحه كلياتنا كنا عم نتواصل، كلنا قلنا اهالي في حلب واللاذقيه وحمامه وجميع المناطق في خوف، الناس والرعب والحاله اللي عاشوها، بعتقد ما في كلام بيوصف هيدا الوجع والالم. هزات ارتداديه بسيطه قديش مستمره؟ ما رح نقول بس بعد مستمره أكيد. بعض اكيد مستمره بعض الايام، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي وطبيعي جدا انه تستمر، شيء طبيعي. التكسر يلي صار كبير، فمن طبيعي ان يبقى هناك هزات ارتداديه بضع ايام لحتى تنتهي تماما ما سببته هذا الزلزال، ما سببه هذا الزلزال المدمر للصفيحه التكتونيه، وبعد ذلك ستظهر نتائج ما حدث، يعني رح يصير للعلم نتائج ما حدث، هل يا ترى حدث انزياح، حدث انشقاق، حدث صعود طبقه فوق طبقه، بس يكون في استقرار للطاقه، بس يتم في استقرار، وهذا متوقع بضع ايام، نحن عم نحكي يومين ثلاثه الموضوع رح يرجع طبيعي، حتى اليوم لوحظ انه الهزات الارتداديه تراجعت بنسبه كثير كبيره، صار عندنا كل 4-5 ساعات عم يحدث مجموعه من 3 هزات ارتداديه، فكان باول يوم كل دقائق 5 دقائق 10 دقائق، ثاني يوم صرنا نحكي بساعات، نص ساعه، ساعه، الان عم نحكي 4-5 ساعات، اليوم الساعه 8 الصبح للان هزه واحده، فواضح انه بلشت تتراجع بنسبه كثير كبيره. فبنتمنى فعلا انه ان شاء الله تفرغ الطاقه بخلال الايام القادمه، وهذا الشيء طبيعي انه حتفرغ الطاقه. كثير نقطه مهمه، نحن على فالق زلزالي، لا ننسى هالمعلومه، انه نحن موجودين على صفائح تكتونيه مثل الخشب يلي على سطح بحيره، هيك الارض، هي صفائح تكتونية تصطدم مع بعضها، تصعد خشبة فوق خشبة، هي صفائح تكتونية. نحن نعيش على كوكب اسمه الأرض، الزلزال كارثة طبيعية لكنها تحفظ الحياة على كوكب الأرض، لأنه لولا هذا الزلزال لانفجرت الأرض بمن فيها، لولا هذا التنفيس لانفجر كوكب الأرض تماما. هذا التنفيس سواء من البراكين أو الزلازل، لأنه هن وجهان لعملة واحدة، هذا التنفيس هو إخراج لمكنونات باطن الأرض، لأنه الأرض تلتهب من الداخل، فنحن بحاجة دائما لشي يخرج هذه الطاقة. 1759 تورخ، عام 2023 تورخ، بدنا بقى 250 ل 300 سنة لا سمح الله ليترخ بقى الزلزال المدمر، ونتمنى أن يكون لأبعد حد، يكون لأبعد مدى منظوره، مثل ما قلتي نور، يا رب ما يصير حتى، لكن نتمنى، لكن بالنهاية بالعلم لازم يحدث زلزال بمنطقتنا، لكن نتأمل ل 300 سنة. فجر الاثنين مثل ما حكينا هذا يوم مؤلم في تاريخ سوريا، ويمكن ما حدا بيقدر ينساه، نتمنى ما حدا يعيش هي التجربة، نتمنى دائما الصحة والسلامة لكل الناس، العزاء، خالص العزاء لأهالي الضحايا. شفنا كتير فيديوهات، كاميرات الإخبارية كانت عم ترصد الواقع على الأرض بحلب وحما باللاذقية، تحية لجميع المراسلين، تحية لجميع المصورين اللي يمكن تحدوا كل الظروف. يمكن نظر الطفل اليوم، وجع قلب ما بيقدر ينوصف، ما فينا نعزيهم قد ما حكينا، فبدنا نقول يا رب هيك الله يصبرهم، الله يهون عليهم، ويا رب مثل ما قلت هذا اليوم ما يتكرر، لو حتى بعد 200 سنة يا رب ما يتكرر. على فكرة ممكن مشان ما اخذ زيادة من وقتي، بس كلمة مهمة جدا، لما كنا باجتماعات ومؤتمرات وحديث، فذكر
يعني كنا عم نحكي نحن كسوريين لما عم ندرس موضوع الزلازل، وكان متنبأ انه هناك زلزال ما بين عام 2000 لل 2050 بسبب 250 سنه. قلنا يوميتها يا رب ما يحدث الزلزال بكانون الثاني او شباط وبعد منتصف الليل وفي المنطقه التي حدث فيها. كنا نحن ثلاث نقط خايفين منها، وللاسف الشديد ثلاث نقط حدثت وهذا سبب زياده عدد الشهداء. بعد منتصف الليل كانت الرعبه اكبر، الناس صحيح. ما انا مستعده صحيح. كانون الثاني وشباط هذا للاسف الشديد له دور كثير كبير بموضوع الطقس والمناخ واستخراج الماسورين تحت الانقاض. واخيرا المنطقه اللي صارت فيها هي منطقه كانت فالق خلينا نسميه رقيق جدا صحيح. فكان ارتداداته وهزاته الارتداديه كثيره جدا. طبعا نحن ما فينا نتوقع بحدوث زلزال لانه ما عندنا، كنا نتمنى بس نتمنى كنا نامل. وبرجع باكد لا يوجد اي انسان على الارض ولا اي منظمه ولا اي مؤسسه علميه، اليوم التكنولوجيا قاصره صحيح. على التنبؤ بموعد صحيح. وساعه ومكان حدوث اي زلزال بتقلك باي مكان بالعالم. في بالايام القادمه زلزال او بالسنوات القادمه، بس لا تستطيع اي جهه تحديد او أكيد. ممكن تقول انه سيحدث زلزال. بدنا نشكرك اكيد بالختام، بدنا نكرر عزائنا لجميع اهالي الضحايا، بنتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى يا رب. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور.